السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدن في قناه فيصل برشلونه. الخوت والخواتات، نتمنى على ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. الى لاحظتم معايا اننا بدينا كوكو 19، ولكن هاد كوكو 19 خرجوا منه العديد من المتحورات والمتهورات، ها دلتا، ها مو، ها اوميكرون، هكذا هكذا، يعني شلات اسامي عطاوه. وتبعوه لنا بالجرعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ومازال حتى العاشره. وانتم عرفتوا بطبيعه الحال المكونات ديال كل خرعه اخرى، اللي كلهم فيهم الكرا، كلهم فيهم النا، وكلهم فيهم داكشي ثقيل مع اسيدي، يعني قريعه واحده ما عمرك تحقرها، اللي فوسطها اكثر منها. وعرفتوا الثالثه اللي هي ثالثه فيها السي، وكانوا العديد من الناس تيديروا كان عندهم شك في هذه المساله ديال السي، لقاش خرج الاخت مايا، خرج بروفيسور الاندلسي، وخرج العديد من العلماء والخبراء، وخرجت كندا، وخرجت بريطانيا، وخرجت من بلاد مجبدين العينين، وثبتوا الامر على ان فيه السي. اول فيديو ديال الصباح اللي درت لكم كيتثبت على انه فيه السي. والرابعه مكربعه، ندوي معكم الدارجه المغربيه، مرحبا بكم. طبيعي الحال حتى هي فيها العديد من المكونات وشي نهار ان شاء الله بحول الله ندوي عليها. وتقول لي يوم من بعد، من بعد هادشي كامل كنشوفوا على ان هناك طبيعي الحال اعراض جانبيه واثار جانبيه، حدث فلا حرج. والناس بطبيعة الحال اللي لقاو فيهم السي راه قليل اللي يخرج ويدوي يقول لك انا في السي، مع العلم على ان الاعراض ديال السي هو داك الحبوب نعم اسيدي وتجيك الحكه وانت داك الحبوب كيتقيح، الله يسرنا ويسركم منه، وهذا وهكذا دوا عليك. والغريب في الامر على ان الجرعه الخامسه بطبيعة الحال الجرعه الرابعه راه بداو العديد من الدول كيبداو من السن ديال فوق 80 سنه، وبريطانيا كتثبت على انها تبدا فوق 50 سنه. والغريب في الامر كنشكر الاخت من هولندا اللي صيفطات لي واحد الرابط، كيتثبت بطبيعه الحال على انها تكون اجباريه مستقبلا، استعدوا وهلموا اجباريه. تقولي فوقاش تبدا الاجباريه في الاول ديال شهر 7، مع العلم على انهم وهمونا على انها اختياريه في البدو، مع العلم ملي بدو بداو معنا بالاجباريه. الا انت تمشي تاخذ خنشه ديال الزرع ولا ديال الدقيق يقولك سير ضرب الثالثه عاد اجي ديها. وبطبيعه الحال على سبيل المثال هنا في اوروبا ايطاليا، والله ما كانت عندك الجواز الا قللتي لا في المترو ولا الطوبيسات ولا الطاكسيات، والله ما كان عندك الجواز الا دخلتي وخدمتي يعني في العمل ديالك اللي كتعمل فيه، اولا عندك واحد القضيه كل 48 ساعه سير ديال بي سي ار وديال النيف، والناس اتصلوا بينا وتشكروا هذا البرنامج ديال منكم وليكم، تواصلوا معنا العديد ديال الناس وقالوا الاثار الجانبيه اللي فيهم، والعديد ديال الناس علمونا كل دوله اشنو فيها، والطاليان عرفتوا على انهم كيطلبوا على انهم صاب يخرج نيجاتيف بوزيتيف باش انهم يرتاحوا واحد 3 شهور 4 شهور احسن داك بي سي ار. وهذا الشيء لاحظتوا بعينيكم. والطامه الكبرى من بعد ما تولي اجباريه في الاول ديال شهر 7 طبيعي الحال يدوزوا لنا البنوك، اللي ما بغاش ياخذها وقفوا له الحساب ديالو، اللي ما بغاش ياخذها وقفوا له الحساب ديالو. وهذا الشيء صعيب، مع العلم خاص تكون عندنا قدره التحمل. واش نتوما مستعدين على انكم تقدروا تتحملوا هذا الشيء؟ مع العلم كنشكر هذا المنبر الناس اللي ما خداو لا الاولى لا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، يعني تبارك الله عليكم عندكم النفس الطويل وقدره التحمل ومواجهه الصعوبات والكربات في الطريق ديالكم، تبارك الله عليكم هذا المنبر. ونتمنوا الشفاء الناس بطبيعه الحال اللي خدات الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، راه هناك العديد من الطرق من اجل اخراج السموم، ما عليهم يمكن لك تخرج حاجه وواحد الحاجه كتبقى ما يمكنلكش تخرجها. والغرابه في الامر على ان عالم من العلماء قال كسيدي عن طريق الهاتف تهبط واحد السيستم ويمكن لك تتكتي، يعني اي واحد بعد المسافه شكون واخد المهرزه الاول ولا الثاني ولا الثالث. هذا باب سديناه، انتم عرفتوا قضيه ديال المهرزات، والمهرزات الفيلم ديالو مازال ما سالاش، مازال محطوط على ارض الواقع.
تقول لي ما الإجبارية مع المجاعة. إلا لاحظتوا معايا من بعد المهرسات وعطاونا واحد الهدنة، دخلوا لنا داك الجانب ديال الدب الأبيض مع الدب الأسود، هذيك الصراعات اللي وقع باش أنهم يرفعوا لنا الأسعار تولي النار في لاكار. ولاحظتوا هادشي هنا على أن الأسعار بطبيعة الحال راه النار في لاكار، ولينا كنشوفوه بعينينا كلشي غلا كلشي غلا. وكنشوفوا على أن البلاد ديالنا حضر بنك المغرب في واحد البلاغ من البلاغات ديالو على ارتفاع ديال الأسعار ديال السلع الأساسية، وهذا أمر صعيب من أن البنك أو والي البنك المغربي تيخرج ويقول لك قد يقاسها لمدة سنتين، يعني هناك تفعيل التجويع لمدة سنتين، يعني هادشي اللي جايين عليه أصعب ما يكون. والخير في الأمر سمحوا لي عافاكم نوريكم واحد المقطع، بوطة ديال الغاز الناس شادة سطويل باش تعمر بوطة ديال الغاز. ولاحظوا معايا شنو وقع في السعودية. السعودية يلا شنو فيها؟ ضربوا لهم مناطق توزيع الوقود بلا ما نسميوه بزاف طبيعة الحال، والسعودية قالت لهم ما عندي ما ندير لكم، صبروا عليا من هنا 7 سنين. من هنا 7 سنين يعني يكون واحد الخصاص كبير في الوقود، وهي تزيد يطلع في الثمن ديال الوقود، ويلعبوا فينا بينا كيف ما بغاو، يعني هناك ارتفاع الاسعار بشكل تام. الغريب في الامر على ان قبل ما ندوي معكم في هذا الموضوع، شوفوا معايا هذا الفيديو الله يجازيكم بخير. الناس شادين الصف على البوطات، شادين اسمحوا لي عافاكم حيدوا الصوت، حيدوا الصوت، شادين الصف باش انهم يعمروا البوطات ديالهم. شوفوا الفيديو كي دايره، انتهى. الناس شادة الصف باش تعمر البوطة، يعني تا الغاز قلال. وهادشي في اسبانيا، وهادشي في اسبانيا، هادشي في اسبانيا. هذا من جهة الغلاء ديال الاسعار. شوفوا ديال الناس شحال ديال الناس دايرين الاضرابات تيخوتوا على الغلاء ديال الاسعار. هنا في اسبانيا المعيشة غلات وكلشي غلا. دابا يخرج شي واحد في اليوتيوب وبقى يتبندق علينا ولا يتبندق عليكم يقول لك الخير موجود، فين هو الخصاص؟ الخير موجود الحمد لله. اي اخويا انت الخير موجود، انت اخويا كضرب 6 مليون 8 مليون في الشهر مع راسك ما كيبان لك والو. انت لا زادوا عليك حتى 2 اورو 3 اورو 4 اورو بالحال ما كتبان لكش. اسمع السي الله يرحم باك، كاين الخصاص ماشي ما كاينش، ولكن غلاء الاسعار زادوا داكشي كيف ما كان عارفين. الحمد لله درنا واحد الفيديو وقلنا لكم على ان واحد العامل فواحد ميركادونا قالوا ليهم ميساج على انهم بقاو يخرجوا بشويه بشويه باش انهم يزيدوا علينا بالاسعار. وهذا الشيء زياده الاسعار في جميع دول العالم، في جميع بقاع دول العالم، المازوت غلا، ليسانس، الدقيق، الزيت، المواد الاساسيه، كلشي طلع، كلشي زادوا فيه، كلشي زادوا فيه. ولكن الى متى سوف يستمر الحال على ما هو عليه؟ هذا الشيء راه غادي طوال الخوز. الغالب الامر على ان المنظمه الصحه العالميه الهرقويه خرجت واحد الدراسه من تقلبات الجو والاجواء ديال المناخ طبيعي الحال. شفنا مؤخرا عادي من الفيضان، شفنا اعاصير رمليه مؤخرا، اعاصير رمليه، هل من فعل فاعل او من مفتعل او لا من عند الله سبحانه وتعالى؟ حنا ما كنشككوش في القدره الالهيه، ليس هناك تشكيك، ولكن هادشي زاد على حدو على ان هاد العاصفه ديال الرمال البحريه، الرمال الحمريه ولا البحريه كما كنقولوا حنا، يعني زاد على حدو العادي من الفيضانات، زاد هادشي كثر مؤخرا عن صعاب الشغل ويقصاح الناس اللي كتخاف. حنا ما كنجيش ندير التخويف والترهيب، لا، التخويف والترهيب جاي من عندهم، هما اللي كيصيفطوا لنا التخويف والترهيب، هما كيلعبوا لنا على النفسيه ديالنا، هما اللي بغاو يطيحوا لنا النص في المناعه ديالنا. مع العلم كنشوفوا على ان جميع الدول تكلموا على القضيه، وكذلك كندا، اللي كندا خرجت ادوات الناس يخدموا الاولى والثانيه والثالثه كتنقص عندهم واحد المناعه واحد النسبه ديال 73%، 73% كتنقص من دوك، ماشي بحال دوك الناس ما واخدين والو عندهم المناعه 100% الحمد لله على كل حال. يعني هنا هما كيلعبوا لنا العامل النفسي ديالنا باش انهم يساليو معنا باي شكل من الاشكال. خوت وخواتات باش ما نطولش عليكم،
إجبارية مع المجاعة لها علاقة واحدة، وكل شيء غادي نفس السياق، وهذا شيء كل شيء من فعل فاعل ألوى هي النخبة المنظومة، وكلهم غادي يوصلوا لك شيء اللي بغاو الممتغى ديالهم. ما حدو غادي طوال هو تيحماض، وهذا شيء مازال غادي في الحموضية ديالو. خوتي وخواتات، نتمنى على أنني وصلتكم الميساج، والحاضر يعلم الغيب. حنا في هذه القناه الصغيره مع العلم، انا داير التليجرام، وعندي في التليجرام كيديروا على ان ما تتبعوش الناس اللي كيخدعوكم ما يديرولكمش، مع العلم انا قلتها لكم، الا ما بغيتوش نستمر معكم في هذه المواضيع قولوا لا وكتبوا في التعليق، ولا في التعليق وبدلوا لنا الحوار ديال المواضيع ونجيبوا لكم داك الشيء اللي كيعجبكم. واخا حنا في هذه القناه الصغيره غاديين في طريق التوعيه والتنوير لا اقل ولا اكثر. الخوت والخواتات، شكرا جزيلا للمتابعه، احبكم بالله، بارطاج لي لايك على وصل نطاق ذلك فضل وليس امرا، والمشاركه في القناه ذلك فضل وليس امرا. واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم جميعا، شكرا جزيلا.